طبعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم معنا الدكتورة سوسن الماضي، مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عبر الاتصال المرئي. نرحب بك معنا في برنامج من الإمارات. حياكم الله. شكرا. طبعا دكتورة سوسن، أكثر من 50 فعالية تشهدونها، طبعا فحص مجاني، دورات، ورشات حول هذا الموضوع، وأهمية تحدثينا عن هذا الموضوع. في البداية أشكركم، أشكر برنامجكم وأيضا الشارقة الرياضية على دائما دعمكم لفعاليات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وبالأهم طبعا مبادراتنا المختلفة، من أهمها طبعا القافة الوردية. طبعا الشهر أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، فكان طبعا القافلة دائما تلعب دور في هذا الشهر، دور كبير في مساندة ودعم الجهات اللي حابة أن هي طبعا يكون لها دور مجتمعي بارز في التوعية بسرطان الثدي. مثل ما تفضلتي، احنا عندنا الشهر هذا كان وايد فعاليات، يمكن تسبق يمكن مقارنة بالشهور الأكتوبر الماضية، في السنين الماضية تكون كثفناها أكثر. وطبعا هذا يرجع لان احنا وايد الحين اعتمدنا على موضوع ان احنا نقدم المحاضرات والورش العمل عن طريق الاتصال المرئي، مثل ما احنا الحين اليوم متواصلين مع بعض. ويمكن هذا سهل علينا وفتح علينا ابواب وايد كبيره، من ضمنها ان احنا عندنا خبره من خارج الدوله ممكن يشاركون معنا، ايضا ناس من خارج الدوله حبوا انهم يتواصلون معنا ويكونون متواجدين ويحضرون مثل هذه الورش والفعاليات. طبعا خلال، انت تفضلت ان خلال اكتوبر كان عندنا اكثر من 50، فعلا كان عندنا اكثر من 50، ولا زلنا نعمل في اكثر من فعاليه في اليوم، في اليوم الواحد. طبعا انا ادعو الساده المشاهدين انهم يتابعون القافله الورديه على مواقع التواصل الاجتماعي، لان دائما كل يوم في شيء جديد، كل يوم في تواصل جديد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، معلومه جديده. وايضا الاهم من هذا معرفه احنا وين موجودين، اللي حاب انه مثلا يحجز ويستفاد من الخدمات المجانيه المقدمه للفحص المبكر. طبعا تحت جائحه كورونا للاسف، طبعا العياده المتنقله طبعا هي تعمل على مدار العام، لكن اضطرينا ان احنا طبعا نوقفها من نص شهر 3 الى شهر 7، ولكن اعدنا تشغيل العياده من شهر 8. ولما بدينا نشغل العيادة شغلناها بطبعا كافة الإجراءات الاحترازية طبعا المتعارف عليها، الطبية المتعارف عليها، عشان كذي الحين الطاقة الاستيعابية للعيادة ما أصبحت مثل زمان. يعني إحنا كانت الطاقة الاستيعابية عندنا ممكن في اليوم الواحد نفتح 30 40 50، ما عندنا أي مشكلة، بس الحين ما بين كل سيدة وسيدة طبعا نضطر ان احنا نعمل تنظيف عميق للعياده كامله. طبعا هذا طبعا لحمايه الطاقم الطبي وايضا حمايه السيدات اللي يجون يفحصون معانا. نعم دكتوره سوسن، من خلال ايضا انطلاق القافله الى يومنا هذا، جهود كبيره بذلتموها، حثينا عن اثر هذه المبادره منذ انطلاقتها ايضا الى اليوم، وايضا تعريف الجمهور وأيضا المجتمع بهذا المرض الذي يصيب كلا الجنسين، الرجال والنساء. صحيح، وهذه معلومة وايد مهمة. ويمكن القافلة الوردية طبعا السنة هذه في وقت مسيرة الفرسان اللي كان في آخر شهر 2، احتفلنا في العام العاشر من انطلاق القافلة الوردية منذ بدء مسيرتها من قبل 10 سنوات. طبعا لله الحمد، يمكن خلال 10 سنوات الماضية يمكن كان أهم إنجاز إن قدرنا إحنا نفحص أكثر من 70,000 فحص من بين سيدات ورجال. وهذه من المعلومات طبعا الخاطئة اللي مفاهيم مغلوطة اللي وايد اشتغلنا عليها، إن سرطان الثدي فقط يصيب السيدات ولا يصيب الرجال. طبعا اشتغلنا وايد على هالموضوع هذا، غير مفاهيم مغلوطة أخرى إن مثلا سرطان الثدي مرض معدي، سرطان الثدي لا شفاء منه. طبعا هذه كلها مفاهيم غلط، وعملنا عن طريق القافلة الوردية على طبعا مسيرة الفرسان وطوال العام عن ان احنا نحاول احنا نصحح هذه المفاهيم. طبعا يمكن انا اعتبر اهم انجاز للقافلة ان خلال هذه الفحوصات اللي انا ذكرتها، يمكن 70,000، اكثر من 70,000 فحص، قدرنا ان احنا نكتشف 80 حالة سرطان ثدي، من ضمنها حالة واحدة رجل. طبعا وقدرنا احنا وايد، يعني الحين عندنا وايد متشافيات في القافلة، وايد متعافيات،
ويمكن صوتهم خلال الأعوام القليلة الماضية بدينا نبرزهم أكثر في الإعلام، لأن فعلا القافلة قدرت أن هي تتخطى كثير حواجز. يعني إحنا تخطينا الحاجز الجغرافي من إحنا عملنا عيادة حطيناها متنقلة، حطيناها على ويلات بدينا نتنقل فيها من مكان لمكان. سنة الحاجز اللي أنا مثلا المادي في سيدات تقول أنا ما أقدر أدفع تكاليف فحص المام أكرام، خلينا الفحص مجانا. يمكن بقى حاجز واحد اللي هو حاجز الخوف، اللي احنا ياسين نحاول الحين طبعا عن طريق التوعيه المستمره. وطبعا دائما اشكر الاعلام، لان مجرد ان الاعلام ركز على هالشيء هذا سواء كان من اعلاميين او من يعني قنوات اعلاميه وايد ايضا يساعدنا في عمليه الوعي ونشر الوعي عن المرض. فعشان اكسر حاجز الخوف اخذنا القصص الايجابيه للتجارب، سيدات تعافوا تماما من المرض والحين عايشين حياتهم طبيعي، وبالعكس يمكن أصبحوا متحدثات بارعات وحابين أنهم يشاركون قصصهم مع خصوصا السيدات اللي هم لازال تفكيرهم لا أنا ما أبي أفحص، أنا أحسن ما أعرف وخليني ما أعرف أفضل. يعني فيمكن هذه يمكن أذكر إحنا بدينا في 2018 حتى في أثناء مسيرة الفرسان كنا نحط في كل عيادة متعافية تحاول أن هي تقنع السيدات، خصوصا في الأماكن اللي نعرف شوي حيكون في تحدي نحن نخلي السيادة يفحصون، وهذا فعلا لعب دور كبير أنه يرتفع عندنا أعداد الفحص. أنا بالنسبة لي يعني لو قدرت أن اكتشف حالة واحدة وننقذ حياة سيدة واحدة أعتقد اللي كل يسوي هذا يسوى، لأن حياة شخص كبير. نعم. إنجاز كبير، لأن حياة شخص واحد سيدة واحدة أو حياة شخص واحد في المجتمع هذا مهم جدا. ويمكن الحمد لله احنا البلاد عندنا وقيادتنا الحكيمة دائما نركز على رأس المال البشري، يعني رأس المال البشري اللي حينهض في هذا المجتمع وهذه الدولة اللي يعني اللي الله إن شاء الله يحميها من كل مكروه وشر، ما يكون إلا بناس أصحاء. دي هذه الفكرة. يمكن احنا في القافلة ما نتكلم فقط عن المرض، عن مرض السرطان، لا احنا نتكلم كيف نكون اصحاء، كيف نحافظ على صحتنا. هذه من ضمنها طبعا الكشف المبكر وطبعا التوعيه مرض السرطان. اكيد دكتوره، بالنسبه للحالات قلتي لو اكتشفنا حاله واحده نحن يعني هذا نعتبره انجاز، لو الحين احنا اكتشفنا حاله واحده كيف يتم التعامل مع هذه الحاله من خلال القافله؟ يعني شو الاجراءات اللي تكون بعد كشف الحاله؟ صحيح، طبعا القافل عندنا احنا فريق عمل متكامل. هذا الفريق يعمل على التواصل مع هذه الحاله وتحديد على حسب هي وين موجوده في اي اماره. كل اماره عندنا شركاء في المجال الطبي، هذول الشركاء يتم تحويل هذه الحالات المكتشفه في الاماره نفسها. في حال تعذر في بعض الامارات، طبعا في حال تعذر مش موجود مثلا العلاج كامل او في مثلا علاج محتاج المريضه ان هي مثلا تاخذ علاج كيماوي وبعدين تاخذ اشعاع وبعدين تسوي العمليه على حسب طبعا شو الخطه العلاجيه الموضوعه لها، فيتم تحويلها الى مستشفيات اخرى في الدوله. طبعا ممكن يكون عندهم ممكن يضعون للمريضه خطط عمل متكامله، طبعا هذا ما ياخذ ايدنا وايد وقت، يعني احنا على طول فريق العمل يتم تحويل الحالات اول باول طبعا، ويكون متابعه صح؟ نعم متابعه اكيد. يعني احنا مش فقط نحول حاله، نتم نتابع ونشوف ايش محتاجه. ايضا عندنا احنا داخل الجمعيه طبعا جمعية أصدقاء مرضى السرطان عندنا شيء اسمه لون عالمي اللي هو الفريق فرق داعمة للمريضات، فإحنا نعمل دائما فعاليات متنوعة لدعم المريضات نفسيا. يمكن أنا مرة دكتورة. نحن ودنا نتحدث أيضا عن هذا الجانب النفسي، هذا الجانب مهم أهم شيء في صح. التعامل مع أيضا الحالات مهم. المكتشفة وايد مهم، لأن أنت لما إحنا لما نتكلم عن الصحة وحتى نقدر الحين يعني ممكن الحين ندور مثلا على جوجل نقول شو معنى مفهوم الصحة، فالصحة مفهومها ان انا اكون مش مفهومها ان انا اكون خالية من المرض. يعني اغلب الناس يعتقدون ان انا ما عندي مرض الحمد لله انا يعني حالتي الصحية جيدة، ولكن الصحة هو ان يكون انسان توازن عنده في حالته في الحالة الجسدية الحالة النفسية والحالة العقلية والاجتماعية. عشان شيء احنا نقول في عندنا امراض مجتمعيه مثل التنمر الحين وايد هذا منتشر للاسف بين اطفالنا، فهذه امراض يسموها امراض مجتمعيه وهو مرض فعلا، لان انا كانسان عشان اكون سليم جسمانيا وسليم صحيا لازم اكون سليم جسميا اجتماعيا
ونفسيا. طيب لما الإنسان يمرض ليش بس أركز على الجسم؟ ليش ما لازم أيضا أشوف الجانب النفسي لهذا الشخص، أشوف الجانب المجتمعي لهذا الشخص؟ ممكن لهالسبب إحنا كجمعية في جمعية أزهار السرطان ندعم عن طريق هذه المجموعات الداعمة، ندعم المريضات خصوصا مريضات اليداد، وعندنا متعافيات في نفس هذه الفرق، فيستوي نوع من الدعم ما بين يسموه peer to peer أو شخص للشخص، بحيث أن السيدة المتعافية تتكلم مع السيدة اللي بعدها تم تشخيصها أن اللي تخافين والأمور بتمشي ماتش إن شاء الله، أوكي أنا مثلا أنا رحت اليوم الكيماوي استوى عندي شي شو أسوي. طبعا أنا ما أنكر أن الطبيب والممرضة المسؤولة عن حالتها طبعا هذا يلعبون دور كبير أن يوجهون السيدة في حال مثلا وجود بعض المضاعفات، بوجود بعض الأسئلة، بس في أشياء إحنا كشفنا أن في أشياء وايد تكون خاصة حميمية بالسيدة وما تقدر تتكلم فيها مع طبيبتها أو طبيبها أو حتى ممرضتها، لكن مع امرأة أخرى مرت بنفس التجربة يكون سهل هذا التواصل. يمكن هذا لعب دور كبير أيضا في طبعا تعافي العديد من السيدات، لأن حصلوا دعم من سيدات مروا بنفس تجاربهم وبنفس مراحل علاجهم. نعم دكتورة سوسن ماضي مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان، شاكرين لكم جهودكم وأيضا شاكرين لك مداخلتك، ونتمنى لكم كل التوفيق في هذه الحملة السامية. شكرا، يعطيكم ألف ألف عافية.